السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا نوريكم كيفاش تطيبوا العرسة تاع بيتزا. سوت كيسين فارينة، نص كاس حليب، نص كاس ماء، الدجاج ولا اللحم، سا ديبون واش عندكم. عندنا فلفل حلو، عندنا فلفل حار، مغرفة سكر، مغرفة خميرة، ولا حبيتو تزيد خبر بزاف دير زوج مغارف، مغرفة ملح وشوية زيت. هنا نجو لاصوص طوماط، حبة طوماطي شريحية، سكرفجنا فيها سنة توم ولا زوج سنات كيما تحبوا نتوما. فلفل حلو، شويه فلفل حلو، شويه فلفل حار، طوماطيش تاع البايط، وشويه فلفل الكحل، وزدنا درنا فيها الزيت. ومن بعد كي تغلي يا خاوتي زيدولها، تبدا تطيب شويه، زيدولها شويه ماء سخون. اوكي، نفرغوا الغرفه تاعنا. فوالا، والملح، الخميره والسكر ديريكت تما، وزيدوا حبه بيض نسيت باش نقولكم، شويه حليب برك، شويه ماء، شوية زيت. بعد خاوتي نخلطو كلش مع بعض. وليك الخليط تاعنا خاوتي واش نديرو، نزيدو لها شوية فرينة باش نقدرو نطمو العجينة تاعنا. هاي ليك العجينة تاعنا خاوتي، دوك نغطوها واحد 5 ل10 دقائق باش تخمر. دوك نروحو اللاصوص تاعنا نخلوها طيب شوية. هاي ليك العجينة تاعنا خمرت وكلش، دوك نحلوها برك. دوك هاملك كلش واجد خاوتي، هاي العجينة تاعنا، ها الطوماطيش واجدة، هاي طابت كلش خاوتي، ما علينا غير نروحو نطيبوها. فوالا، نحطو الطوماطيش كيما كتشوفو وندوروها. نبداو نحطو المكونات تاعنا، فوالا، والدجاج كانت. فوالا، أنا حطينا الديكور تاعنا، نزيدو نخليها تطيب شوية خاوتي كيما كتشوفو. فوالا خاوتي، شاهية طيبة، واش رايكم؟ شهية طيبة خوتي. فوالا فوالا.